طيب مش مشكلة، مش مشكلة. وافتقدت رذيلة صباك بزغزغة المصريين ترائبك لأجل ثدي صباك. العدد 21. إيه اللي أنت استفدته كمسيحي من كلمة الرب عندكم وهو بيقول لها أنت افتقدت دي؟ يعني اشتقت لرذيلة صباك وزغزغة أعيد المصريين أعيد لأمر النص، الله. أعيد ابن أعيد النص يا عزيزي. أيوة قاعد النص. إيه ما النص قدامك أصلا أهو، قاعد النص، النص قدامك أهو. الرب عندكم بيقول لها وافتقدت رذيلة صباك بزغزغة المصريين ترائبك لأجل ثدي صباك. أنا عايز أعرف إيه اللي أنت استفدته من اللفظة دي، زغزغة المصريين وترائبك وثدي صباك. إيه اللي أنت استفدته كمسيحي من هذا الكلام المدعو كلام الله؟ عيد النص حتى ادرك عدد. عيد النص يا ابني أنا قلت النص 3 مرات أهو. إيه اللي أنت استفدته من نص انا بيقول حكي عن الخاص وافتقد بليز، وانا إيه؟ بليز لحد يبعث على الخاص. بليز حبايب ابليس يا لحد يبعث جماعه على الخاص رجاء. محدش يبعت له على الخاص. ها ايه اللي انت استفدته من النص بيقول وافتقدت رذيله صباك بزغزغه المصريين ترائبك لاجل ثدي صباك؟ ايه اللي انت استفدته من أيوة زغزغه هذه قد المصريين افتقدت ترائبك؟ ما في، اسمع، أن إنها افتقدت ما فعلته في صباها، وإنه ما فعله بها المصريين واتبعتهم. ولا يعني واحد ما يستفاد من خطأه، هذا لا يجب أن، لا هذا لا يجب أن يعيش. إذا كان دائما يخطأ ويكرر الخطأ ولا يستفيد من خطأ هذا، حتى العيش عليه حرام. حرام. أحسنت، هذا الاستفادة. شفت شنو الاستفادة يا أخويا محمد؟ تفسير رمز عايز اعرف. للكتاب لازم نفهمه. ايوه ما انا عارف، ما انا عارف، برافو بس عليك، ركز معايا. عافية عافية، عندك عافية زغزغه جاي ايه تستوعب. بقى؟ ايه اللي انت ايه علاقه اللي انت قلته حالا ده بكلمه زغزغه المصريين ترائبك؟ ايه العلاقه زغزغه المصريين ترائبك؟ ايه العلاقه اللي انت باللي انت قلته حالا وبين اللفظه في الكتاب؟ اتفضل يا فندم. وافتقدت شنو رذيلة لو شنو رذيلة صباك بزغزغة المصريين ترائبك. وافتقدت الرذيلة التي فعلتيها مع المصريين حينما زغزغوا ترائب عذريتك. افتقدت هذا الذي فعلوه بك، وبقيت تعملين نفس الشيء حينما كبرت. إذا أنت لا تستفيدين من خطأك الذي فعلته وأنت صبية، فحق علينا القول فدمرناها تدميرا. تاني شيء من القرآن حرميك بره البث، ما تستفزنيش انا، انت فاهم انا بتكلم في ايه، ما تصعش عليا. واضح؟ نعم. لاجل ثدي صباكي. ايه اللي انت استفدته من جملة لاجل ثدي صباكي؟ ايه اللي انت استفدته؟ حبيبي اللي استفدت انه هذا، قلت لك لا يتعلمون من خطأهم. وصلك الجواب، لماذا تصطاد بالماء العكر وتعيد عليه السؤال؟ اسمع بس، بلا ماء عاكر، بلا ماء، ما بلا ماء مالح. ركز في سؤالي. لأجل ثدي صباكي، المعنى بتاع الكلمة دي إيه اللي أنت استفدته كروحيا؟ كروحية، عارف روحية؟ روحية. نعم لأجل ثدي صباكي، إيه ثدي صباكي؟ إيه الثدي طب صباكي؟ إيه معنى الكلمة دي؟ أهي الكلمة ثدي المتظلل عليها. صباك، أي النمو الذي كان عندك فقيرا، هذا المعنى يا عزيز. ثدي صباك أي النمو الذي كان عندك فقيرا. أنت ايه بقى اللي نسيتي انت كل هذا استفدته؟ وأعدت وأنت نسيتي كل هذا ورجعت مرة أخرى تفعلين هذا الخطأ. ما يصير هيك. فضربهم الرب الإله وأسلمهم إلى نبوخذ نصر وإلى غيره وغيره وغيره، هذا تمام. بسبب خطاياهم. العدد اللي بعده بيقول لأجل هذا يا أهوليبا هكذا قال السيد الرب. السيد الرب ده اللي هو الرب عندكم صح، خالق السماوات أحسن، والأرض بتاعكم صح. برافو عليك. جميل. الرب عندكم بيقول قال السيد الرب ها أنا ذا أهيج عليك عشاقك. أنتوا الرب عندكم بيهيج العشاق، يعني أما هيج عليها عشاقها عشان يخشوا عليها يزغزغوا ويدغدغوا ويزغلطوا. كمل. كمل إيه؟ أنا بسألك السؤال هنا أهو قبل ما أكمل. ها الرب هنا يقصد انه يهيج، اي سيجعلهم ياتون عليك وياخذون ثارهم ويسلبونك ويقتلونك ويغتصبونك.
يعني الرب عندكم هو اللي خلاهم يعملوا كده فيها، هم اللي خلاهم يهيجهم عليها عشان يخشوا يغتصبوها في ويتحمرشوا منها. الحقيقة الآن أنت منصف بهذا الكلام يا شيخ محمد، أنت منصف بهذا الكلام. لماذا؟ لأن الرب فعلا هنا يقع أمام استدلال واضح تؤمن بجميع الديانات، استدلال واضح تؤمن بجميع الديانات أنه لا شيء يحدث على الأرض إلا بتأييد من الإله، إلا بأمر من الإله، ولو أراد الإله أن يمنع شيئا لاستطاع، ولكن الإله لا يريد أن يمنع. ولكن هذا الذي يفعله الرب إنه يهيج عليها ويأتون ويغتصبون نساءهم ويفعلون بنساءهم هكذا ويقتلونهم ويسلبونهم ويسلون بهم ويسحقونهم ويدمرونهم، هذا الرب ما سمح به. لماذا؟ بسبب خطاياه. لا 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 تخطأ. الرب هنا مش سمح به. استنى 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 استنى, استنى. ربكم ما سمحش بكده. لا ده ربكم هو اللي هيج العشاء ابتداء عشان يجوا يعملوا كده. ما تصعش عليا. النص بيقول اهو ها انا يقول على انه لا شيء يحدث الا بامر الله. هذا المعنى. بس لا شيء يحدث الا بامر الله. هذا هو المعنى يا عزيز. بس هم اللي هو اللي هيجهم ولا لا؟ هو اللي هيجهم عليها عشان يجوا يعملوا معاها الدنيئه اهو. عزيزي الرب باولي، هذا يدل ان كل شيء يحصل على الارض بامر الرب. لا شيء يحصل الا بامر من الرب. وانت اذا اخطات فالرب يسلط عليك. وهذا ما يوجد عندك، يعني هذا ما يحتاج انت تستدل عليه بي. عندي وعندك. جميل. رب جميل. الهي جميل. والهكم واحد. لا لا لا، الهنا احنا قلنا الهنا مش واحد. انتوا الهكم ده لا خروف. مش خروف؟ مش انتوا الهكم؟ هل المسيحية وثنية؟ لأنه رب الأرباب وملك الملوك. هل المسيحية وثنية؟ أي نعم طبعا. فلماذا تعاملون المسيحية ليس كتعاملكم مع البوذيين وغيره؟ ماشي ده استثناء، بس ده مش موضوعنا. ايه يالا انت هتنعر ولا ايه؟ دي طلعت النعير. إذا كانت وثنية لماذا انتم تعطونهم حقوق وتخلونهم يتعبدونها؟ في حاجة اسمها استثناء. في استثناءات. لماذا؟ عارف يعني استثناء؟ ايه؟ لماذا؟ خلاص 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 دعني من السؤال ده، مش مشكلة خلاص، شاء الله عنك معرفتي. تمام. في سفر الأمثال إصحاح 7. سفر الأمثال إصحاح 7. من أول العدد 12. هتلاقي ربك بيقول كده، ده برضو كلام الرب عندكم صح؟ نعم. لأن الرب في عدد 16، يبقى الأمثال 7 العدد 16. سفر الأمثال صح 7 16 بيقول: بالديباج فرشت سريري وبموشية كتان من مصر. عطرت فراشي بمر وعود وقرفة. هلما نرتقي ودا إلى الصباح نتلذذ بالحب. لأن الرجل ليس في البيت ذهب إلى طريق بعيدة. أخذ صرة فضة بيده ويوم الهلال يأتي إلى بيته. أغوته بكثرة فنونها بملف شفتيها طوحته. هذا ايش قد؟ استفدته؟ ايش قد هذا؟ من هذه خائنة، واحدة خائنة بتحكي بتقول إزاي زامير ايش قد؟ مزمور ايش قد؟ الأمثال 7، الأمثال 7. الأمثال 7. العدد 16. إذا أبرمت أنا بكثرة كلامك. أمثال 7. اتقل شوية يا حسين، اتقل شوية عشان بعد كده ما ترجعش تقول أنت ملك بتشد عليا ليه؟ خليك تقيل عشان. والله شديت علي اليوم شد كثير. أتمنى دائما أكون معاك. ما فيش مشكلة، وأنا ممكن أعمل معاك كل يوم بس، إيه رأيك؟ عادي بس بشرط. بشرط. أنت بتعرفني أنا محترم. ترد على الأسئلة؟ ما تخرجش على الأسئلة؟